السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل امتحان المحاسبه الضريبيه الصيفي ده، اخر امتحان. تمام، هنحله مع بعض. لو حد يعني الكلمه عايز اقولها بس، لو انت شايف اللي انت مش بتستفيد، ممكن يعني ممكن تختار اللي انت ما بتتفرجش على الفيديو. حاسس ان انت بتستفيد يبقى اتفرج وكمل، اما الانتقادات والحاجات دي يعني دي خليها لنفسك. تمام، انت شايف ان انت حضرتك بتستفيد من الفيديو، خد المعلومة الحلوة وخلاص. تمام، انا ما باخدش فلوس من حد، يعني انا بشرح الحاجة دي بشرحها لله وبعملها مجانا، ولا بقول لك في سنتر مثلا اديني 150 جنيه في الكورس ولا الكلام ده كله. فانا بشرح لك الحاجة دي فري، يعني انا بساعدك. خلاص، انت حاسس ان انت بتستفيد خلاص اتفرج، مش حاسس خلاص يبقى انت خلي انتقادك لنفسك وما تتفرجش اصلا على الفيديو ولا خليك في القناة. تمام، دي كانت حاجة بس حابب اقولها قبل ما ابدأ في الفيديو. تمام، ويلا بينا كده نبدأ ان شاء الله ونحل اول سؤال مع بعض. عندي اول سؤال بيقول لك اشترى مقاول قطعة ارض فاضية مساحتها 1000 متر مربع بسعر كام؟ 500 جنيه، ده للمتر المربع. وبعد كده قال لك انا عايز اقسمها لثلاث قطع، يعني هنحط على الحاجات الحتت المهمه. قال لك قسمها لايه؟ لثلاث قطع بعد استبعاد 25%. هو شال منها 25%، خلاص، من مساحه الارض. وبعد كده قال لك بقى المرافق بتاعتنا، التكاليف والتقسيم ومش عارف ايه والتكلفه والحاجات دي كلها. خلاص، طيب هنيجي بعد كده كل ده عادي جدا. نيجي اهم نقطة برضو، بيقول لك وتكلفة الاعلان، خلاص، 20,000. دي مهمة جدا، دي بتتحل في الاخر، دي احنا بنحتاجها في الاخر. خلاص، بعد كده بيقول لك فاذا علمت ان الممول باع بكام من هذه الارض قطعتان بسعر 2800 للمتر المربع في ضوء ذلك. قال لك عايز التكلفة للمتر، وعايز تكلفة القطعة الواحدة، وعايز صافي ربح الممول. خلاص، ماشي، تعالوا كده مع بعض. اول حاجة عندنا هو قال لك ايه؟ اول حاجة كده قال لك انا عندي كام متر؟ 1000 متر، صح؟ نجيب كده عشان تشوفوا. 1000 متر، طيب 1000 متر دي هضربها، سوري، 1000 متر في 500 جنيه، هقوم ضاربهم الاتنين في بعض هيديني كام؟ هيديني 500,000 جنيه. هاخدها تحت هنا كده واحطها. خلاص، ماشي. طيب بعد كده احنا هنجمع بقى. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وبلغت التكاليف والتسوية 800,000. ادي التكاليف والتسوية 800,000، ماشي، وتكلفة المرافق 200,000، وادي تكلفة المرافق 200,000، ماشي. بس خلاص اجمع التلاتة دول هيديني كام؟ هيديني 1.5 مليون. تمام كده خلصت. طيب اعمل ايه بعد كده؟ هو قال لك في تلات قطع احنا قسمنا، يعني هم المفروض اربع قطع احنا قسمناها لتلات قطع. معنى كده اللي احنا هنشيل قطعة ال 25%. والله انت ممكن تعمل مثلا اهي كده، خلاص، وتعمل ايه؟ ادي 250، نقسم الاربع قطع على ايه؟ على اربعة. جميل. طيب اهو قسمنا القطع. قال لك شال 25%، يعني معنى ده كده 25% وده 25% وده 25% وده كام؟ 25%. والله قال لك انا شلت قطعة، لغى قطعة واحدة، اصبح مجموع التلاتة دول كام؟ 750 متر، صح؟ طيب هاخد ال 750 متر، التلات قطع دول اهو 750 متر، واقوم اقسمها. ليه؟ عشان اطلع تكلفة المتر الواحد. جميل. يبقى انا اول حاجة بطلع اجمالي التكلفة بتاعتي، بعد كده باخد المساحة
بتاعتي كلها واقوم قاسمها المساحه اللي هي الفعليه اللي هشتغل بيها، وكان مديك 1000 متر وشال 25% يبقى كام؟ 750 او 75%. تمام، هاخد ال 750 متر دول وهم قاسمهم على المليون ونص، هيديني كام؟ هيديني كام؟ ثواني عشان نحاول نظبط ايوه الصورة. هيديني 2000 تكلفة المتر الواحد، 2000 جنيه تكلفة المتر الواحد. تمام، طيب بعد كده هنجيب ايه؟ هاجي اقول له ما انا عايز اجيب ايه بقى؟ انا عندي 750 متر صح كده؟ وقال لي انت عندك 3 قطع. طيب القطعة الواحدة بكام؟ ب 250 جنيه، او 250 متر. القطعة بكام؟ 250 متر. دي اللي هشتغل عليها، يبقى هي دي انا هحتاجها، وانا دي احتجتها عشان اطلع الاجمالي. طب بعد كده القطعة الواحدة عندي كام؟ 250 متر. ماشي، طيب تعالى بقى نجيب الايراد. هنقول له اهو اول حاجة الايراد. طب الايراد ايه؟ هو خلي بالك، هو في المسألة هنا قال لك هو ايه؟ هو باع قطعتين صح؟ اه، يبقى اقول له 2 في، وهو مديك في المسألة كام؟ 2800. هقول له 2800 صح كده؟ اه، في كام بقى؟ هي القطعة الواحدة كام؟ 250 متر، يبقى هقول له في 250 متر. هدرب التلاتة في بعض هيديني كام؟ هيديني 1,400,000. طيب احنا جبنا ايه؟ جبنا الايراد. طب احنا عايزين نجيب التكلفة. تعالى كده التكلفة بالاحمر عشان انت حفظت بقى. التكلفة دي بتطرح، بنطرح الايراد ناقص التكاليف هيديك الاجمالي. طيب التكلفة عندي بكام؟ مبدئي كده هو مش باع 2، اه يبقى هي برضو تكلفة القطعتين. ماشي، بس انا مش هاخد ال 2800، امال ايه؟ هاخد ال 2000 جنيه او ال 2000 في المتر اللي انا طلعتها. خلي بالك انا خدت، هاخد ايه؟ هاخد ال 2000 متر، 2000 جنيه في المتر اهو، 2000 جنيه في المتر الجديدة اللي هي التكلفة. ما انا طلعت دي ليه؟ عشان احطها مع التكلفة، يبقى فكرة دي انا بطلعها عشان احطها مع التكلفة. في كام؟ في 250. طيب ايه اللي اتغير عندي؟ احنا لو بصينا كده ايه اللي اتغير عندك؟ اتغير عندك ده وده، دول اللي اتغيروا. يبقى انا بالايراد بكتبه زي ما هو، والرقم الجديد اللي بطلعه بحطه في التكلفة هنا، وعندي العدد واحد والمساحة واحدة. المسألة دي ثابتة زي ما هي كده بتيجي، ممكن يغير لك ارقام، حتى لو بصيت عليها في الملزمة هتلاقيها زي ما هي نفس الفكرة. طيب هضرب التلاتة كده في بعض هيديني كام؟ هيديني 1,000,000 جنيه. طيب هنعمل ايه؟ نطرح ده من ده عشان هو بالاحمر. يبقى احنا لما نطرح ده من ده هيديني الاجمالي كام؟ 400,000. طب هي المسألة خلصت على كده؟ لا، امال ايه؟ ايه اللي ناقص؟ ما هو خلي بالك، هو مش قال لك في عندك، مش قال لك في عندك تكلفة إعلان بالجرائد دي؟ اه طيب هاتها، هي بتتحط هنا يا حبيب قلبي أهو. هقول له تكلفة إعلان كام؟ 20,000 جنيه. طيب هنطرح ده من ده هيديني كام؟ هيديني 380,000 جنيه. طيب تعالى كده نشوف الاختيارات عندنا. اول حاجة قال لك انا عايز تكلفة المتر المربع اهو. انا تكلفة المتر المربع طلعت له ب 2000 جنيه. طيب تاني حاجة قال لك انا عايز تكلفة القطعة الواحدة، تكلفة القطعة الواحدة. طيب انا تكلفة القطعة الواحدة، انا تكلفة، بص عشان ما تتوهش بقى، هو هنا كام؟ هنا 2 صح؟ طيب ده كام؟ تكلفة القطعتين كام؟ 1,000,000 جنيه. يبقى القطعة كام؟ 500. هقسم الاتنين على المليون. طب لو دول أربعة هقسم الأربعة كده، فطالما قطعتين بمليون هقسمهم على الاتنين، يبقى القطعة معايا بكام؟ ب 500,000. ماشي؟ طيب تالت حاجة قال لك أنا عايز صافي الربح، صافي الربح اللي هو اللي أنا طلعته ده، ده اسمه صافي إيه؟ صافي الربح بعد ما طرحت الإعلانات هيبقى كام؟ 380,000 هتبقى الإجابة به.
في حد عملها 400,000 بس عشان هو ما خصمش ال 20,000. لو كان قال لك الاجمالي هتاخد ال 400، بس طالما قال لك صافي يبقى نطرح ال 20 اللي هي تكلفه الاعلان اللي مديها لك. خلاص ده كده اول ايه؟ اول حاجه. نشوف السؤال الثاني. بص بقى السؤال ده بيتحل ازاي؟ بيتحل بطريقه لذيذه قوي. قال لك ايه؟ قال لك ممول اهو، قال لك ممول مبنى يملك مبنى من 10 طوابق. اول حاجه قوم كاتب له كده ايه؟ 10 الطوابق، وانزل باول سهم. طيب تمام، واحده واحده كده. قال لك والله هو عنده 10 طوابق، كل طابق مكون من شقتين. طيب مكون من شقتين حيث يسكن الممول هو واسرته في طابق منها. طيب يبقى كده هقول له ايه؟ الاسره يعني ببلاش. يعني ايه ببلاش؟ يعني مش هاخدها، اكنك مش شايفها. يبقى كده اول طابق معايا تمام، لان الاسره الاخ الاخت الام اي حاجه اي حاجه يعني من الاسره، ده بنته بقى اخته ايا كان، ده ما بتحسبش. خلاص ما بنضيفوش. اللي بناخده ايه؟ الايجار الجديد تمام او المفروش، ده وده. ايجار قديم ما بناخدوش برضه تمام. طيب قال لك وتسكن، خلاص كده اهو خلصنا اول نقطه. النقطه الثانيه قال لك وتسكن ابنته وزوجته في شقه، وتسكن والدته التي لا عائله لها سواء شقه. يبقى انا كده عندي اهو، هنقول برضو الاسرة ببلاش عشان ما اقرب لهاش. طابق دي شقة ودي شقة، واخدين طابق ايه؟ واخدين كامل. تمام تمام. طيب بعد كده هنيجي اهو، ويؤجر اهو، ننزل سهم ثالث. بيقول لك ايه؟ ويؤجر طابق مفروش. يبقى هقول له كده واحد في طابق دور كامل بإيجار شهري 2500 اهو في، بس وقف. طالما ما حددلكش شهور معينة يبقى انت اوتوماتيك بتضرب في 12 في السنة. خلاص طيب تعالى كده نضرب اهو، هنقول واحد في 2500 في 12 طلع ب 30,000 جنيه. يبقى انا كده هيساوي عندي كام؟ 30,000 جنيه. تعالى ايه تاني؟ قال لك وخمس طوابق مره واحده ايجار قانون جديد. طبعا هناخده، هقول له خمسه في اهو الخمس طوابق. خمسه في كام بقى؟ قال لك في 1000، ايجار شهري 1000 جنيه اهو للطابق، ما حددلكش. يبقى اذا في كام؟ في 12. هتضرب ده 5 في 12 60. يبقى هنقول له كام؟ 60,000 جنيه. اعمل شرطه كده واعمل زائد، اجمع الاثنين، يبقى انا عندي كده كام؟ الاربعة بكام؟ 90,000 جنيه. تمام؟ ماشي. يبقى انا عندي اجمالي الايراد 90,000 جنيه. طيب نكمل بقية المسألة. وقال لك علما بان الضريبة العقارية، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، للطابق الواحد 1880. طيب انا كده هاجي هنا اقول له على جنب كده، واقول له ايه؟ واقول له ايه؟ ضريبة، بعد كده ضريبة عقارية كام؟ 1880. قال لك في الطابق الواحد، معنى كده اللي انا هضرب في 6. طب لو قال لك العمارة كلها هيبقى هقول له ايه؟ هقول له 6/10، 6 على اجمالي العمارة. بس طالما قال لك حدد لك للطابق الواحد يبقى انا هضرب في 6 طوابق على طول. طيب احنا في قانون هنا المفروض بنضرب في 50%. تمام، بس احنا هنعمل حاجة اسهل. يعني انا بعمل ايه عن نفسي؟ انا بقوم قاسم على 2 يقوم مديني كام؟ 45%. دي قانون ثابت بيبقى معاك. خلاص دي قانون ثابت معاك، يعني انت في كل حركة بتعملها لازم تقوم ضارب، لازم تقوم قاسم 90,000 على 2 او تضربها في 50%. دي قانون معاك اللي هي التكلفة يعني. ماشي، طلعنا ال 45,000. طب هي المسألة خلصت على كده؟ لا، ما هو عندك في هنا قال لك في ضريبة عقارية. هاجي كده واقوم ضارب 1880 في 6، اقوم ضارب 1880 في 6
طلع بكام؟ ب 11,000. تعالى كده عشان نطرح، 11,200 وكام و80، دي اللي هي الضريبة العقارية. هنطرح ده من ده، هيديك كام؟ هيديك 33,720. اذا هو ده الحل بتاعك. تعالى نشوف الاختيارات. اول حاجة قال لك اجمالي الايراد، اجمالي ايراد العمارة كام؟ هيبقى 96,000 طلعناها. طب صافي الايراد هيبقى كام؟ هيبقى 33,720. طيب يلا تعالى كده السؤال نحل السؤال ده. بيقول لك ممول لا يمارس نشاط الاتجار في العقارات، باع شقة مملوكة بنص مليون جنيه كان قد اشتراها بمبلغ 400,000. انا ماليش دعوة هو اشتراها بكام، هو باع بكام. الراجل قال لك انا بعت بنص مليون. طيب طالما الراجل لا يمارس النشاط، بنضرب قانون 2.5%. خلاص. طيب تعالى كده نضرب اهو، نقول له 500,000 في 2.5% طلع بكام؟ ب 12,500. جميل. رقم بس احنا دي خلاص كده ماشي. تعالى الدرس بقى الايه، الدرس الجميل ده، المقبوضات والمدفوعات. ركز كده معايا فيه. اول حاجه جايب لك المقبوضات يعني الايرادات، انت ترجم كده عشان تفهم. طيب مدفوعات يعني مصروفات عشان ما تتوهش. ايه؟ ما تتوهش نفسك. طب يلا كده تعالى كده، اول حاجه هناخد الايه، هناخد الايرادات. ماشي. اول حاجه قال لك اي اتعاب، بص اي اتعاب هتلاقيها في المساله خدها وانت مغمض، اي اتعاب تاخدها. قال لك اول حاجه 20,000 اتعاب رسوم هندسيه، منها 2000 جنيه تخص العام الماضي. انا ماليش دعوه انا اتعابي كام، 20,000، يبقى ناخد ال 20,000 كلها، ماليش دعوه بقى تخص العام الماضي العام السابق، ماليش دعوه. ماشي. قال لك بعد كده 10,000 جنيه اتعاب تصميمات هندسية، منها 3,000 تخص العام القادم، ماليش دعوة برضو، هاخد ال 30,000 كاملة. طيب وبعد كده قال لك 30,000 أتعاب تصميمات بمبنى، مبنى بدولة الكويت محصلة في داخل مصر. ماشي، ده كويس جدا. تعال بعد كده قال لك ايه، 2000 جنيه ايراد اعلان على واجهة المكتب. تعالى 2000 جنيه ايراد هاخده. بعد كده قال لك 4,000 جنيه ايراد تأجير، هاخد ال 4,000 جنيه ايراد التأجير. بس كده خلصت. خلاص هنجمع الحاجات دي كلها، هيديك كام؟ يديك 66,000. يبقى انا عندي الايراد 66,000 جنيه. تعالى كده هنا هنقول المقبوضات او المصروفات. تعال اول حاجة اهو، اول حاجة بيقول لك ايه، قال لك 5,000 ايجار مكتب يتضمن 1,000 جنيه تأمين. التأمين بيتطرح على طول، يبقى انا كده هاجي هقول له اهو ادي 5,000 جنيه ناقص ال1,000 جنيه التأمين، التأمين ده بيتخصم هيبقى 4,000. دي قانون ثابتة معاك. جميل. ماشي. تعالى تاني حاجة قال لك 6,000 جنيه أجور موظف المكتب تتضمن ديسمبر لم تدفع بعد وقدرها 700 جنيه. طيب قال لك والله هي الاجور عندي 6,000 جنيه، بس خلي بالك ما تكتبهاش كلها. ليه يا عم؟ ما انت عندك في اصلا اجور شهر 12 ما اتدفعتش تمنها 700 جنيه، يبقى انا كده هخصمها. يبقى 6,000 ناقص 700 هيديني كام؟ 5,300. ماشي، احنا كده بنحل في الجزء الثاني. يعني هو في الامتحان بدأ بالجزء الثاني على طول. وبرضه نصيحة عايز اقولها لك، وانت بتحل
لو لقيت حاجة صعبة سيبها ما تحلهاش، يعني ما تفضلش تفكر فيها. الامتحان كله 60 دقيقة ساعة، فأنت أول ما تبص لقيت الجزء التاني حسيت إن هو صعب هيخليك تفصل، لأ اركنه على جنب وكمل، كمل السهل، شوف الأسهل ليك وحل، بعد كده خلي الصعب في الآخر، يبقى أنت على الأقل ضمنت حاجة. ما تبقاش أنت عامل زي الإيه اللي هو يعني طب ايه ده، ده انا 10 صح 9 صح واحدة 10 غلط. ما توقفش نفسك على غلطة. تمام ماشي. بعد كده قال لك 3000 مصاريف عمومية تتاخد كلها زي ما هي كده، وقال لك بعد كده 3000 جنيه استهلاك مصاريف سيارة التي يستخدمها لأغراضه الشخصية والمهنية. هنكتبها كلها 3000 ولا هنعمل ايه؟ لا مش هنكتبها كلها. ليه؟ احنا في قانون عندي، في قانون عندي في المهن الحرة بيقول لي والله لو انت بتستخدم سيارة الشغل، في قانون هنقول الرقم اللي هو الاستهلاك بتاعك في 2/3 تليفون او سيارة، عكس بتاعت الجزء الاول كنا بنضرب في 20%. يبقى انا هضرب 3000 في 2/3 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 2000، 2000 جنيه. ماشي. تعالى بعد كده قال لك 2000 جنيه تبرعات، منها 1700 لجمعية الهلال الأحمر والباقي لأبناء الفقراء، ملناش دعوة طبعا بأبناء الفقراء وكده، وفي 5000 جنيه قسط تأمين على حياته. طيب احنا كده يعتبر المسألة دي كده خلاص، المصروفات بتاعتنا هنجمع هيديني كام؟ هيديني 14300. خلاص. طيب المفروض هنعمل ايه بقى؟ في عندنا اول خطوه قال لك انا عايز اجمالي الايراد الخاضع، احنا طلعناه اجمالي الايراد كان ب 66 صح اهو، ادي 66000. وقال لك اجمالي التكاليف طلعناها اللي هي المصروفات. قال لك في الاخر انا عايز صافي الربح الخاضع للضريبه، قال لك انا عايز الصافي بقى. طيب تعالى كده نعمل شرطه صغنطوطه، وقبل ما نعمل شرطة صغنطوطة ادي شايف انت 66 وادي ال 14300، اسحب لي ال 14300 دول خلاص ونطرحهم من 66 عشان يديني ايه الاجمالي بتاعي. هطرح ده من ده هيديني 51700. طيب اول حاجة عندي قال لك في عندك 1750 دي تبرعات، هي كانت 2000 وقال لك 1500 للهلال الاحمر والباقي للفقراء. احنا بناخد طبعا هلال الاحمر بس بيكون اللي هو تبع مصر، بناخده كامل زي ما هو. تمام. طيب قال لك في حاجه تانية ايه؟ قال لك في 5000 قسط تامين على حياته لمصلحه زوجته. طيب انا عندي في التامين عندي ال 5000 اللي هي جت في التمرين، وعندي 3000 جنيه ده قانون عندي. يعني ايه؟ يعني انا لو قال لي ادي 3000 جنيه القانون وفي التمرين جالي 5000 هاخد ال 3000. طيب لحد اقصى 3000، يعني انا ما عديش ال 3000، هو القانون بتاعي كده. ممكن واحد يجي يقول لي انا تامين 10000، انا مالي يا باشا، هاخد الثلاثه بس والسبعه دول ماليش دعوه بيهم. طب لو جالي هنا 1000 هاخد ال 1000، طالما اقل من 3000 تبقى حبيبي وصاحبي وكفاءه، بعد ال 3000 انا ما اعرفكش، يبقى اذا هاخد ال 3000. طيب انا في عندي يعني في حته ثانيه برضو 1750 دي بتتقارن بين، بضرب الرقم ده في 10% واشوف الناتج اللي طلع كام. تمام ماشي. انا عندي هنا بضرب الرقم ده في 10% هو هيطلع رقم كبير باين، فانا باخد، انا خدت ال 1750 ما عملتش مقارنه، بس هو دايما بيطلع الرقم الموجود ان بيطلع رقم قليل. طيب انا بقارن بال 51700 في 10%، 51700 في 10% طلع بكام؟ 5170. طبعا انا باخد هقارن ده الرقم اللي طلع لما ضربته 5170، هقارن هاخد الايه؟ هاخد الاقل، فاوتوماتيك كده على طول انا هاخد الايه؟ الاقل. عايز تحسبها احسبها برضو. يبقى انا كده هنقول هنا 1750 دي تبرعات الهلال اهو، وبعد كده هاخد ال 3000 عشان هو عدى الليمت اللي هو المطلوب مننا، يبقى هاجي كده اقول له 3000
3000 جنيه تأمين، اطرح ده من ده هيديني 46900 وكام، 950. ده طبعا لو بصينا في الاختيارات هنا هنلاقيها فين فين. تمام ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعده. تعال للسؤال ده، قالك ممول يملك منشأة صغيرة من الفئة الأولى، ماشي، ويتعامل في سلع تخضع للتسعير الجبري، خلاص، وبلغت مشترياته خلال العام 900 ألف، رد منها رجع منها 45 ألف عشان فيها حاجات مخالفة والمواصفات بتاعتها مش هي اللي اتفقنا عليها، وبعد كده باع بهامش ربح، خلاص، بكام؟ ب10% من ثمن البيع، ثمن البيع، ماشي، علما بأن هناك مصروفات عمومية مؤيدة بالمستندات 30 ألف جنيه. في هذه الحالة يكون صافي الربح كام؟ ماشي، بص يا سيدي، احنا هنحل على طول، ممكن نعملها بخطوة واحدة على الآلة لو احنا عايزين. اهو هاجي اقول له 900 ألف ناقص 45 ألف اللي طلعوا اداني كام؟ اداني كام؟ 855 ألف. هقوم ضارب في 10 على 90، طلع بكام؟ طلع ب95 ألف جنيه، خلاص. طيب هاجي اقول له ناقص 30 ألف اداني كام؟ 65 ألف جنيه. اهي في حل الصقر كان هو يعني كبر لك الموضوع شويه، بس انا عملت لك حل مختصر اهو من خطوه واحده. طيب تعالى نكتبها. اول حاجه عندي اشتريت بكام؟ اشتريت ب900 ألف، صح كده؟ ورجعت بكام؟ ب45 ألف، صح؟ طيب اديني 855 ألف. هو عشان قال لي من ثمن بيع هضرب في 10 على 90، خلاص، دي احفظها، اول ما تلاقي كلمة ثمن بيع اضرب اوتوماتيك في 10 على 90، هيديك كام؟ هيديك 95 ألف جنيه، صح؟ هنطرحهم من 30 ألف اللي هو مديها لك، هيبقى كام؟ هيتبقى 65 ألف جنيه. دي قانون معاك، احفظها كده زي ما هي، ماشي؟ تمام. يلا على السؤال التاني اللي بعده. يلا نحل المثال رقم 11. بيقول لك يحصل موظف شهريا على ما يلي 6000 جنيه. انا بحب المثال ده قوي، يعني 6000 جنيه مرتب اساسي يتضمن، بص الراجل يعني مظبط لك الدنيا، قال لك يتضمن 500 جنيه علاوه خاصه معفاه وعلاوه دوريه 1000 جنيه. طيب تعالى كده، اول حاجه كده اللي هنسمعها ايه؟ هنكتبه، ادي 6000 جنيه صح كده؟ طيب اهو هاجي يا عم افتح قوس واجي اقول له 500 علاوه خاصه معفاه، طيب ناقص 1000 جنيه او زائد، الاثنين مع بعض زائد عشان ما تفتكرش انت هتطرحها، علاوه دوريه دي ثابته معاك، يعني العلاوه الدوريه دي ثابته ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشكله. طيب قال لك يتضمن معنى كده يتضمن اللي انا والله انا ضايفهم لك على ال 6000 جنيه دول، خلاص، يتضمن انا ضايفهم لك على ال 6000 جنيه. طب ايه اللي معفاه؟ قال لك 500 جنيه معفاه، اجي كده اقوم حاطط تحت 500 جنيه معفاه عشان هطرحها لان هو قال لي معفاه. طيب ده كده اول حاجه. طب قال لك حوافز 75% من المرتب الاساسي، طب انا ال 6000 جنيه ده عندي اسمه مرتب ايه؟ مرتب اساسي. طيب انا عشان اطلع حوافز اهو هقول له حوافز 75% من الاساسي، يعني من المرتب الاساسي اللي هو 6000 جنيه، اجي كده واقول له 6000 جنيه في 75% طلع بكام؟ طلع ب 4500، اجي كده اقول له 4500. طيب خلصنا. بعد كده قال لك 250 اجر اضافي،
طبعا الاجر الاضافي حطه كده زي ما تشوفه كده وانت مغمض. طيب بعد كده قال لك 1000 جنيه تكاليف سيارة شهرية التي توفرها له الشركة واهلاكها 2000 جنيه. انا ماليش دعوة بالاهلاك. احنا كده رجعنا للجزء الاول يا جماعة، احنا كده في الجزء الاول. السيارة خلاص مش هكتبها كلها، ليه؟ قانون بضرب في 20% في الجزء الاول، في 20%، والجزء الثاني في المهن الحرة بتبقى ايه؟ بتبقى 2/3. طيب انا عندي هنا كده اكتبها لك اهي، ادي 1000 جنيه في كام؟ في 20%، صح؟ اداني كام؟ اداني 200 جنيه. ماشي، ادي السيارة. اقوم عامل العملية الحسابية، دول هيطلع لي كام؟ 10450، ده اجمالي الايراد بتاعي. خلاص؟ طيب هو عايز ايه هنا؟ قال لك اجمالي الايراد الشهري الخاضع للضريبة، يبقى هو ده كده الاجمالي قبل التأمينات وقبل كل حاجة. لما يقول لي صافي المؤقت بدخل معاه التأمينات. ماشي. بعد كده سؤال 12 قال لك اذا كان بقى اجمالي الايراد كده، السؤال ده خلص يا جماعة، خلاص ده كده شكرا خلص. تعالى بقى نحل النقطة التانية. قال لك اذا كان اجمالي الايراد الخاضع للضريبة 90000 جنيه، اقول له تعالى هنا 90000 جنيه، ادي اجمالي الايراد بتاعي. واشتراك احنا قال لك ايه؟ سنوي، شغل كله كده سنويا اهو، يبقى شغلي كله هيبقى سنويا. وقال لك واشتراك التأمين الاجتماعي السنوي 4080، احط بالاحمر عشان يطرح ده تأمين. خلاص. طيب واشتراك النقابة 600 جنيه، ملناش دعوة بالنقابة ولا نادي، بناخده. لكن النقابة في الجزء الثاني بناخده، في المهن الحرة بناخده، لكن في المرتبات ما بناخدوش. يبقى انا كده مش عايز ده النقابة ولا عايز النادي، اهو اشطب عليه عشان ما توهش. كما يستقطع من مرتبه اشتراك صندوق زمالة، طبعا هناخده، ويبلغ 4800، كما عقد وثيقة تأمين على حياته لمصلحته ومصلحة زوجته ووالدته. كده في ثلاثة، في ايه؟ في ثلاثة. ركز في الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا 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 جدا. تعالى بس نخلص اول حاجه، نجيب صافي المؤقت وبعد كده نخش نشوف الباقي. طيب هو ده جابه لك في التمرين، في حاجه تانية انت بتضيفها اسمها اعفاء شخصي، دي ثابته معاك، هو مش بيجيبها لك في التمرين، ده انت بتجيبها انت تبقى حافظها. طب انا عندي الاعفاء الشخصي الشهري ب 750، الشهري بكام؟ ب 750، تمام. طيب هنضرب في 12 هيبقى بكام؟ هيبقى ب 9000 جنيه. نطرح الكلام ده كله من بعضه. تمام؟ ماشي. بص بقى، يعني الدكتور ده برضو ايه، في سنة خبص كده. قال لك وقد تم خصم 10 أيام من مرتب شهر مارس، ويقدر الخصم ب 650 جنيه نظرا لتغيبه. يبقى كده هاجي اقول له ايه؟ غياب 650 جنيه. خلاص؟ واقوم عامل عملية الطرح، اقول له ناقص 650 هيبقى كام؟ هيبقى 76200. 76200 وكام يا حبيبي؟ 270. خلاص؟ خلي بالك ايه من الحاجات دي، اللي انت عندك كده كده العذر، لو قال لك في عذر غير مقبول بيتخصم، بيجيب لك رقم وبيتخصم منك. تمام. طيب ايه تاني المطلوب بقى؟ عايزين نعمل حته التأمينات. يبقى انا عندي كده اول حاجه صافي اهو، قال لك صافي الايراد المؤقت انا طلعته بكام؟ 76270. تمام. طيب عايز اجيب الحته بتاعت التأمينات بقى، اللي هي كده قال لك ما يتم خصمه كاشتراكات صندوق زمالة وثيقة تأمين هيبقى كام؟
تعالى يا سيدي نجيب اشتراكات التأمين. هقول لك سهل. انا عندي صندوق الزمالة اهو، هاجي كده اقول له صندوق زمالة بكام؟ 4800. ما فيهوش مشكلة، عادي زي ما هو كده. طب التركية اللي عندي بقى هي في حتة التأمين نفسه. ليه؟ هو انا التأمين اداهولي بكام؟ 7500 سنوي. طيب وجي قال لك والله هو ومراته وامه، طيب هقول له على 3. ليه على 3؟ لان هم كده 3 اشخاص، فانا هقسم الثلاث يعني ال 7500 على 3 اشخاص عشان اعرف كل شخص بياخد كام. هيديك كام؟ 2500. اجي اقول له فيه، انا كل بعمل ده كده بعمل كل ده عشان اطلع امه من الليله دي، ماشي؟ طيب بعد كده هقول له في كام؟ في 2 اللي هو ومراته، هيطلع بكام؟ ب5000 جنيه. اذا هو الرقم ده اللي انا عايزه، فانا هجمع ال 5000 وال 4800 هيدينا كام؟ هيديني 9800. خلاص ماشي، 9800 اهو. يعني ايه؟ افهموا السؤال ده لان السؤال ده مهم. تعال نشوف اللي بعده. طيب تعالى كده، قال لك انا عايز سؤال رقم 14. قال لك انا عايز ايه يا حبيبي؟ قال لك عايز الوعاء الضريبي. طب هو الوعاء الضريبي ده بيجي ازاي؟ بص يا سيدي، الوعاء الضريبي ده تعالى كده اهو، احنا اخر حاجة كنا طلعناها كام؟ 76270، صح؟ طيب حاجة اقول له ناقص التأمينات. التأمينات عندي بكام؟ 9800. بس انا ممكن برضو اقارن. هقارن ايه؟ هضرب الرقم ده في 10%، لو طلع اقل من ده هاخده، طلع اكتر يبقى ناخد ال 9800. خلاص ماشي، يلا نطرح الاتنين من بعض، هديك كام؟ 66470. طيب انا كده طلعت الوعاء؟ لا. طب انا عايز اطلع الوعاء. طيب قال لك والله عشان تطلع الوعاء لازم تطرح اول شريحة اللي هي 15000 جنيه، اول شريحة معفاة. دي قانون برضو ثابتة معاك. يبقى نطرح 15000 هيدينا 51400 وكام؟ 470. تمام اهو، جميل. تعالى للسؤال اللي بعده. قال لك السؤال بقى ده بيقول لك ايه؟ قال لك اذا كانت نصيب احد الموظفين في الارباح الجماعيه مالناش دعوه بيها، ومكافاه نهايه ترك الخدمه مالناش دعوه بيها، ومكافاه تشجيعيه عن شهر اكتوبر 20000 جنيه، طيب كما حصل على مكافاه انتداب من احدى الجهات الخارجيه بلغت 31500، فان الضريبه المستحقه على الانتداب. يبقى انا ماليش دعوه بالكلام اللي ورا كله، انا ليا دعوه بمكافاه الانتداب. طيب مكافاه الانتداب بتيجي ازاي؟ طبعا طالما قال لك انتداب ما قالكش خارجيه، قال لك انتداب اقول له 31500 في 10% ده قانون ثابت معاك، هيطلع كام؟ هيطلع معاك 3150. خلاص دي ثابته مع سيادتك اهو. اجي كده اهو 3000 كام؟ 150. ماشي. طيب تعالى بقى نشوف. بص بقى، قال لك المبالغ الخاضعة للضريبة في شركته من مرتبات ايه؟ الضريبة الخاضعة، خلي بالك هو ما فيش غير 20000. ليه؟ ان انت عندك الجمعية دي ملناش علاقة بيها، وترك الخدمة ملناش دعوة بيها، خلاص، والانتداب احنا جبناها فوق. يبقى انا اذا المكافأة التشجيعية هي دي المبالغ الخاضعة، يبقى انا عندي رقم ب. طيب تعالى للسؤال ده. قال لك ايه بقى؟ بص بقى السؤال ده برضو حلو. قال لك اذا كانت
صافي الإيراد السنوي قبل خصم الشريحة يبلغ 30,000 جنيه. طب حاجة كده أقول له 30,000 جنيه، قال لك قبل الشريحة، يعني ده ما تخصمش منه الشريحة. طيب واكتب 30,000 جنيه هنا تاني ليه؟ هقول لك. طيب نكمل الباقي بقى. وقال لك فإن الضريبة وإيه تاني؟ فإن الضريبة المستحقة على المكافأة التشجيعية هي 20,000 جنيه، هقول له 20,000 جنيه. جميل. طيب هو عايز إيه بقى؟ طيب هو عايز الضريبة بتاعته. طيب الضريبة دي نطلعها إزاي؟ بيقول لك في الضريبة المستحقة التي تبلغ 20,000 تساوي. طيب هو عايز الضريبة، الضريبة دي نطلعها إزاي؟ هي ايه 30,000 وايه 30 وال 20؟ ال 30,000 ده كان الايراد، وال 20 دي كانت المكافاه. طيب انا هنا هكتب الايراد، وهنا ايراد زائد ايه؟ زائد مكافاه. طب ليه؟ انا هشرح هنا وهشرح هنا، والرقمين اللي هيطلعوا هطرحهم من بعض هيديني الضريبه. طب تعالى كده، هو قال لك ايه؟ قال لك قبل الشريحه يعني ما خصمش، يعني كده هاجي اقول له 15,000 شريحة زيرو معفاة، وال 15 التانية في أول حاجة باتنين ونص، يعني هتطلع بكام؟ ب 375. طيب تعالى هنا، هنا عندي مجموع الاتنين 50,000، أول شريحة ب 15، تاني بشريحة ب 15، تالت شريحة ب 15، مجموع التلاتة 45,000، مكمل ال 50 هيبقى آخر شريحة 5,000. أول شريحة قلنا معفاة، الشريحة التانية في 2.5، الشريحة التالتة في 10، الشريحة التالتة في كام؟ في 15. صح؟ صح. تعالى أول شريحة 375، التانية ب 1500، التالتة تطلع ب 750 جنيه. نضرب التلاتة هيديك 2625. أجي كده هنا اهو، اجي كده هنا اقوم واخد دي كده اهو، اقوم واخدها من شعرها، اقوم شاددها تحت. جميل. واقوم كاتبها 375 عشان اطرحها. هتطرح الاتنين من دول من بعض يديك 2250. يبقى ده الاجابه اهو. نيجي نبص هنا هنلاقي الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ج. تمام ماشي. يلا نشوف اللي بعده. تعال نشوف السؤال ده. قال لك بص بقى، قال لك حصل موظف على قرض في بداية شهر أغسطس 36,000 وبدون فايدة. ماشي. على أن يسدد القرض في 24. يا عم ماشي سدده براحتك. وقال لك القسط الشهري ب 1500. يا عم ماشي متشكرين. يستقطع من مرتبه شهر سبتمبر، علما بان اجمالي ما حصل على الموظف هو ده اللي انا عايزه من ايراد التكلفه في شهر حتى من مارس لاغسطس 6 شهور يبلغ 16,000 جنيه. القصه الحزينه اللي ورا دي انا ماليش دعوه بيها. هو بيحكي وبيقول لك والله اصل الراجل ده خد كذا وعمل كذا وتوزع على هيدفع على القرض بتاعه على 24 شهر على سنتين، والقسط الشهري بتاعه 1000. يا عم انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا عايز حاجتين بس. ايه هم يا عم اسلام؟ اول حاجه كده اهو، اول حاجة هقول له قرض. خلاص ماشي. وهنا هقول له ايه؟ مرتب. وهيبقى في بينهم علامة طرح. تعال هو انا قيمة القرض عندي قال لي بكام؟ ب 36,000 جنيه. صح؟ ناقص المرتب بكام؟ ب 16,000 جنيه. جميل. نيجي للحتة اللي تحت. انا عندي 7% ده قانون ثابت. خلاص. والمرتب قال لك والله هو القرض اللي خده زيرو فايدة، وهقول له يساوي. تعالى نطرح 36 ناقص 16 هيبقى كام؟ 20,000 جنيه. وسبعة في المية ناقص زيرو هيبقى 7%. واعمل علامة فيه واجي اقوم ضارب ده في ده، هقول له بكام؟ ب 1400 جنيه. هي دي الاجابه. بص انا لخصت لك السؤال ده عشان لو بيلخبط ناس كتير، فانت حل بالطريقه دي. اول حاجه حضرتك تكتب القرض وقصاده المرتب وتعمل علامه نقص ثابته معاك، هي ثابته
طيب في حاجة عايز أقولك عليها، لو عكسنا يعني إيه؟ يعني لو عندي قيمة القرض أقل من المرتب يبقى لا يوجد ميزة، ما ينفعش، خلي بالك مهمة جدا. طب أنا لو عندي هنا النسبة أكتر، يعني لو النسبة 8% لا توجد ميزة، خلاص يبقى أنا عندي لازم ده يبقى أكبر من ده، يعني أنا أطرح ده من ده يطلع لي رقم بالموجب، لو طلع لي رقم بالسالب يبقى أختار لا توجد ميزة على طول. وهنا نفس الفكرة، أطرح ده من ده يطلع لي رقم بالموجب، لو طلع لي رقم بالسالب لا توجد ميزة. أنا بقول لك بص، يعني أنا بقول لك اختصارات هتريحك في الأسئلة دي عشان ما تلفش كتير. يبقى أنا عندي جبت 36,000 طرحتها اداني 20,000 بالموجب، حلو قوي. وال7% ده قانون، هي ما بيجيبلكش في المسألة بس أنت بتبقى حافظها، هتكتبها تحت القرض. وهنا دي قيمة الفايدة، لو هو جايب فايدة بس قالك الفايدة بزيرو، فأنا حطيت الفايدة وطرحت من ده اداني 7% بالموجب، إذا أضرب ده في ده هيديني كام؟ هيديني 1,400. جميل، تمام. يبقى اجي كده هنا اختار 1,400، مش لا توجد ميزة، غلط. تمام، طيب تعالى بقى لاخر سؤال هنحله بقى. قال لك حصل احد العاملين من الشركة التي يعمل بها على 600 سهم، هاجي كده اقول له 600 سهم ماشي، من اسهمها مقابل 110 جنيه، يعني هو خد 110 جنيه اهو من الاسهم بتاعته. طيب علما بان القيمه الاسميه للسهم 100 جنيه، مالناش دعوه بالقيمه الاسميه، انا اهم حاجه عندي القيمه السوقيه. قال لك بكام؟ ب 130 جنيه. انا عندي قيمه سوقيه في الاول ناقص القيمه اللي الموظف خدها اللي هي ال 110، خلاص. طيب يبقى انا عندي قيمه سوقيه ناقص القيمه اللي الموظف خدها، اطرح ده من ده هيديني كام؟ هيديني 20 جنيه. اقوم واخد ال 20 جنيه اقوم ضاربها في اجمالي الاسهم فوق، هقول له في 600 هيديني كام؟ هيديني 12,000 جنيه. تيجي تختارها طبعا، يعني الاسئله دي لازم تكون انت تكون ضامنها، عشان لو انت في اسئله صعبه عليك مثلا، لو انت حاسس مثلا يعني مهن الحره صعبه، فانت لازم الجزء الاول ده تبقى مقفله، تبقى ضامنه ما تغلطش فيه ولا غلطه، يبقى انت ضمنت النجاح. والجزء الثاني تحل لك 3 4 اسئله، يبقى انت كده الحمد لله ايه زي الفل. ان هو يعتبر بيديك 10 نقط على الجزء الاول و10 نقط على الجزء الثاني. كده الفيديو اللي انا عملته لكم ده، احنا كده خلصنا حل الامتحان الصيفي، تمام. طبعا انا مش هقول لكم بقى انا عايز دعوه حلوه، انتوا خلاص عرفتوا يعني. لو انتوا حابين طبعا، لو حد عايز يستفيد شير الفيديو، لو انتوا في كومنتات اكتب لي في الكومنتات قول لي رايك ايه، في حاجه مش عارفها قول لي. انا عامل جروب على الواتساب، لو انت عايز تدخل عليه ابعت لي في الكومنتات وابعت لك اللينك وخش وتنورني في الجروب، وانا تحت امركم طبعا في اي وقت. وطبعا لا تنسونا من خالص دعائكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا مش هقول لك بقى ايه، ما تنساش الاشتراك واللايك والكومنت الجميل. شكرا.